وأذكر لكم قصة حية معاصرة. رجل سمعت قصته من لسانه، هذا الرجل أصيب بالسرطان الذي لم يبقي له عرقا، سرطان يعني بنتين ينهي صاحبه، ما له علاج يعني عند الناس، وعلاجه عند الله سبحانه وتعالى. يقول مشيت 5 دول عظمى عنده مال، قال ذهبت هنا وهناك، قال كل طبيب أو أكثر الأطباء ومعظم الأطباء وأحسنهم يقول ارجع مت بين أولادك ولا تخسر أموالك، وذاك يقول ارجع إلى تصدق وما بقي لك مجال في العلاج، هذا تتعب نفسك تخسر مالك. قال وأنا واثق بالله سبحانه وتعالى. رجل هذا رجل عامي، ما هو عالم ولا طالب علم، عامي، لكن أحيانا يكون الإيمان قويا عند بعض الناس. يقول فكنت ذات يوم أو ذات ليلة في مسجد صغير في باب في حوش مستشفى أو في حوش إحدى المستشفيات، قال وأنا لي قرابة شهر لا أنام من شدة الألم، ولا آكل إلا الشيء الخفيف جدا ممنوع من اللحوم من الدسوم من إلى آخر. قال فقمت في الليل في الثلث الأخير، تذكرت وأنا أقرأ في المصحف كيف شفى الله أيوب عليه السلام، وكيف نجى الله إبراهيم من النار، وكيف نجى الله نوحا في السفينة، وكيف نجى الله صالحا وهودا ومحمدا عليه الصلاة والسلام يوم خيبر ويوم الطائف ويوم حنين ويوم بدر ويوم أحد. قال فعجبت، قلت أيعجز ربي عن هذا المرض الحقير الذي فيه؟ قال فقمت وتوضأت وصليت لله ما شاء الله ودعوت الله بقلب صادق وبكيت، بكى ورجع إلى الله بصدق. قال ودعوت الله وأنشأ قصيدة في الليل، قصيدة كل واحد يعبر عن لغته، الرجل شاعر، فأتى بقصيدة يدعو الله ويبتهل إلى الله فيها. قال فبعد أن توضأت وصليت وألقيت ذلك الدعاء جاءني نوم مفاجئ، نمت نعم. قال فبينما أنا في المنام إذا بعيني عين ماء وعين عسل. قال فقال لي قائل قم اشرب، اشرب من الماء واشرب العسل. قال فقمت وشربت من الماء والعسل حتى قمت من النوم، ووالله إن الماء والعسل في لحيتي في وجه، الماء والعسل ملك سقاه، سقاه الله سبحانه وتعالى. قال فقمت لا أشعر بحرارة الألم ولا بالتهاب الجوف، قمت في جوع شديد، لو كان عندي كبش لأكلت من الجوع. فطلب من ولده اللحم، قال فذهب يقول يا أبتي ممنوع لحم، خرب احنا الآن باب المستشفى. قال هات، قال أعطاني 2 كيلو أكلتها صبح و2 غداء و2 عشاء، ودخل المستشفى يعمل فحوصات، فأخذ الفحوصات الأولى ونظروا في الفحوصات الجديدة، كان يقول لها الدكتور أين المريض؟ قال كذاب، هذا المريض منتهي وأنت ما شاء الله ولحوم طول الليل، المريض مش موجود. قال والله أنا المريض. قال أنت عالج؟ قال فعالجت بين عشية وضحى في لحظة عند طبيب الأطباء، أكبر طبيب. قال من هو؟ نتعرف عليه. قال فشرحت له القصة، فجمع من في المستشفى من الأطباء فأخبرتهم بالقصة فبكوا جميعا. قال قلت لهم أنتم يأستم الناس من رحمة الله، يأستم الناس من العلاج، وهذا المرض حصل له وهو ابن 60 سنة أظن، والآن عمره قارب 90
صحيح ولا في شيء. لماذا تيأس يا أخي؟ الفرج من الله، لكن هل بذلت السبب؟ هل بذلت السبب؟ هل قمت في الليل تبكي وتدعو الله وتستغيث بالله يسر لك حتى يمسك كيس البر؟ ماشي طنش، قد سجلنا عند زعطان وسجلنا عند فلتة، خلاص توكل على فلان، وإذا في مرض قال معانا دكتور ما يحتاج نشير عند أحد، وإذا عنده كذا قال ما فلان يأتينا بكل شيء. لا يا أخي، أنت إذا اعتمدت على المخلوق ضعفت حيلتك وانقطع رزقك، لكن اعتمد على الخالق